بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد رسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية للسيد الإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ومن ذلك القرب والبعد، ومن ذلك أي من المصطلحات التي يتكلمون فيها في أثناء وصفهم لأحوالهم مع ربهم ترقيا للوصول إلى مقامات عين اليقين بعد علم اليقين وحق اليقين، فيتقولون أحيانا بألفاظ لها معنى حسي ومعنى معنوي، وهم لا يريدون المعنى الحسي. فمن فهم كلامهم على المعنى الحسي ظن أنهم يقولون بالحلول والاتحاد والانتقال وغير ذلك مما نسبوه إليهم وهم منه براء. وقد قرأنا عقائدي هذه الطائفة في أول هذه الرسالة، وعلمنا أنهم أبعد ما يكونون عن القول بالحلول والاتحاد الذي نسب إلى الصوفية، ولم يقولوا بذلك أحد، بل إذا نسب إلى بعضهم فقد نسب إلى بعض درويش الصوفية، وهم جهلة الصوفية، قالوا كلام بغير علم ولا تروي فنسبوه. ولكن انظر إلى أئمة التصوف وعلماء أهل هذا الطريق، لم يتقولوا كلام إلا وله معنى صحيح وله شاهد من القرآن والسنة، فجزاهم الله عنا خير. ولا نحكم على طائفة التصوف من خلال جهلة التصوف، كما أننا لا نحكم على علم الحديث من خلال الوضعين في علم الحديث. فنحكم على علم الحديث بأنه لا نأخذه لأن هناك وضعين كذابين، ولكن لم يفعل ذلك أحد إلا أهل الضلال، أنكروا السنة لوجود الوضعين، وكذلك ذهبوا إلى علم التصوف فأنكروا التصوف لوجود الجهل فيه. فهذا لا يصح، ولكن على المسلم أن يعلم الحق أين هو، والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. القرب والبعد، والقرب والبعد له معنى حسي معروف، هو القرب المكاني والبعد المكاني، أو القرب الزماني والبعد الزماني. فإذا تكلمت بين العبد وربه فالعبد في زمان وفي مكان، فلا يليق أن تحكم قرب العبد من ربه أو الرب من عبده بالمعنى الزماني والمكاني، لأن هناك اختلاف بين العبد والرب، فالرب لا يحكمه زمان ولا مكان. فكيف تحكم أن القرب والبعد بالمعنى الزماني أو المكاني، كأنك غلبت أحكام العبيد على رب العباد، وهذا محال في حقه. فيجب عليك أن تفهم أن هو القرب قرب مكانة، والبعد بعد مكانة، لا بعد مكان ولا قرب مكان. ولذا فهم أهل السنة والجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند سدرة المنتهى لم يكن أقرب
إلى الله منه وهو في مكة، ولكن هذا القرب إن قلنا أنه قرب فهو قرب مكانة، وعلو مكانة لا علو مكان. فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان بنفس القرب الذي كان عليه وهو في الأرض، وبنفس القرب الذي كان بين الله وبين سيدنا يونس وهو في بطن الحوت. ولذا قالوا أن معراج سيدنا يونس كان في بطن الحوت، ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند سدرة المنتهى، لأن لكل مقامه ولكل مكانه، والمكان رمز لعلو المكانة لا للقرب المكان من الله عز وجل، وهذا محال. القرب والبعد، أول رتبة في القرب القرب من طاعته والاتصاف في دوام الأوقات بعبادته. أول رتبة من رتب القرب عند هؤلاء القوم وهم الصوفية نفعنا الله بهم أن تكون في طاعة الله. فإذا نظر الإنسان إلى آخر وجده في طاعة الله فهو من الله قريب، فإذا داوم على ذلك كان قربه أكثر ممن يعبد الله ويطيع الله أحيان ويتركه أحيان. فالمداومة دليل على مداومة القرب من الله عز وجل. وأما البعد فهو التدنس بمخالفته والتجافي عن طاعته. وكلما بعد الإنسان عن الله ذكرا أو عن الله طاعة أو عن الله اعتقادا كلما كان بعيد من الله سبحانه وتعالى. الخير منك وإليك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فعلا واكتسابا. وإن كان الله خلق كل شيء، خلق الموت والحياة، خلق الكفر والإيمان، ولكن النسبة تنسب إلى العبد فعلا واكتساب. كما أنك لم تخلق ابنك، هل أنت خلقت ابنك؟ ولكن ابنك من كسبك، نسب إليك فقط، نسب إليك لأنك تزوجت فحملت زوجتك منك فأنجبت فصرت أبا. هل أنت خلقت ابنك؟ لم تخلق ابنك لكنه منسوب إليك. كذلك العمل بالنسبة لك كالابن بالنسبة لك، لم تخلقه ولكن منسوب إليك. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، كأن العمل ما هو إلا تزاوج بين النفس والوارد الملكي. فإذا قلنا أن النفس أنثى والوارد الملكي ذكر يتزاوجان يولد العمل الصالح، وإذا قلنا أن الشيطان والنفس يتزاوجان يولد العمل الطالح، فهو ينسب إليك فعلا واكتسابا وإلى الله خلقا وإيجادا. هذا ومذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين لم ينسبوا فعل الشر من حيث الخلق إلى الله، بل نسبوه إلى العبد وقالوا أن العبد يخلق أعماله، وهذا المذهب باطل ومات وانتهى الحمد لله. إرادة التنزيه، ولكن أرادوا التنزيه فوقعوا في أنهم نسبوا الخلق لغير الله. وأما البعد فهو التدنس بمخالفته والتجافي عن طاعته سبحانه وتعالى. والتجافي بمعنى برضو التباعد. فأول البعد بعد عن التوفيق. التوفيق هو أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا وجعلهم للجنة في أول الأمر قبل أن يخلق حتى الدنيا، أراد أن يكون هناك خلق للجنة وخلق للنار. فمن أراده الله أن يكون من أهل الجنة فهو من أهل التوفيق، ومن أراده الله في الأول خالص أن يكون من أهل النار فهو من أهل الخزلان. فأول البعد هو البعد عن التوفيق، يبقى معناه القرب من الخزلان. ثم بعد عن التحقيق. التحقيق لأن هناك حقيقة وحق، حقيقة وحق. فالحقيقة أن الله سبحانه وتعالى خلقك للحق، فأنت من الحقيقة والله المقصود هو الحق، فجعلك سبحانه وتعالى حقيقة من الحقائق التي تدل على الحق،
فنسبك إلى العالم الذي جعله علامة على خالقه سبحانه وتعالى. ثم بعد عن التحقيق، بل البعد عن التوفيق هو البعد عن التحقيق. التحقق بمقامات العبودية إن لم تتحقق بها بعدت عن التوفيق. فالعبد عبد والرب رب. العبد مقامها أن تذل لمن خلقك وأن تعتمد عليه وأن تثق به وأن تتوجه إليه في أمورك كلها. فإن كنت على هذا الحال فأنت عبد قائم متحقق بحقائق العبودية. فإذا تحققت بحقائق العبودية كنت قريب من التوفيق. بل البعد عن التوفيق هو البعد عن التحقيق، أي التحقيق بمقامات العبودية التي خلقك الله سبحانه وتعالى عليها لتعتمد عليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا عن الحق سبحانه: ما تقرب إلي المتقربون. يبقى استعمل برضه كلمة القرب والبعد. الرسول صلى الله عليه وسلم استعملها في توجيه الناس إلى ربهم، وقال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. واستعمل الله سبحانه وتعالى كلمة القرب أيضا في القرآن، واستعمل كلمة المعية في القرآن: وهو معكم أينما كنتم وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهكذا استعمل هذا. ولكن عليك أن تفهمه لا بالمعنى المكاني والزمان. ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبني وأحبه. فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا، فبي يبصر وبي يسمع الخبر. يعني كأنه مقتبس جزء من حديث الولي الذي رواه الإمام البخاري، اللي هو: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. مش كده برضو حديث الولي المشهور: وما يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته علي أو بأحب مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كنت سمعه أي كنت موفقه في السمع فلا يسمع إلا طاعتي، وكنت موفقه في البصر فلا يبصر إلا مرضاتي، أو فلا يبصر إلا متعظا. فوفقه في الصفات ووفقه في الذات، ويده التي يبطش بها الجوارح هي الذات، والسمع والبصر هما الصفات. فكأنه صار موفقا في صفاته وفي ذاته. فالعبد له صفات وذات، فالله سبحانه وتعالى إذا أحبه صار موفقا في ذاته وصفاته، فصار عبدا ربانيا ذاتا وصفاتا. فقرب العبد، لأن كلمة فبي يقول لك حلول واتحاد، هو النبي بيتكلم على الحلول والاتحاد؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول بذلك. يجي واحد يقول لك فبي يعني صار متلبسا به، صار ظرفا ومظروفا، يعني مستحيل المعنى ده، مستحيل. ولكن المعنى المراد أن ينزه صفاتك وينزه ذاتك فتقوم بمقامك وبما أراده لك من التوفيق، فتكون الصفات على أعلى خلق من خلق التوفيق، والذات على أعلى خلق من خلق التطهير، فتكون ذاتا مقدسة، ذاتا مطهرة، وصفاتا موفقة. هذا هو المعنى، والله أعلم. فقرب العبد أولا قرب بإيمانه وتصديقه. يبقى أول حاجة، أول قرب من العبد إلى الله، لأن الله قريب قرب عادي في الأول لكل مخلوقاته: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. للإنسان هنا مطلق إنسان، يدخل فيه أبو جهل ويدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان، كل الإنسان يدخل فيه الأنبياء ويدخل فيهم الأولياء ويدخل فيهم الكفار ويدخل فيهم الكل. فهنا القرب ده قرب عادي، قرب الخالق من مخلوقه سبحانه وتعالى. يبقى المسألة هنا في قرب تاني بيتكلم عليه، قرب أهل خصوص، اللي هو قرب الإيمان. الإيمان يقربك
قرب مخصوص تاني. فقرب العبد اولا قرب بايمانه وتصديقه. يبقى البعد منك انت، البعد منك انت. ان امن الانسان اقترب، وان كفر ابتعد، ولكن الله في كل حال اقرب الى خلقه منهم الى انفسهم، مع العلم بان القرب هذا ليس بالمعنى المكاني، لان الله منزه عن المكان ومنزه عن الزمان. فقرب العبد اولا قرب بايمانه وتصديقه، ثم قرب بعد الايمان والتصديق باحسانه وتحقيقه. يبقى الانسان اولا يؤمن ويصدق، ثم يحسن ايمانه بدوام المراقبه، وبعد ذلك بالمشاهدات والتجليات. وقلنا المشاهدات معناها كمال المعرفه، لا معنى مشاهده العين. ثم قرب باحسانه وتحقيقه، وكلما تحققت بحالك وبعبوديتك كلما عرفت ربك. كلما عرفت نفسك كلما عرفت ربك، وكلما جهلت نفسك جهلت ربك. بقدر معرفتك لنفسك تساوي معرفتك بربك. فإذا عرفت نفسك بالضعف عرفته بالقوة، إذا عرفته بالذل عرفته بالعزة، إذا عرفت نفسك بالعجز عرفته بالقدرة، وهكذا. ولكن متى يطغى الإنسان؟ إذا ظن أنه عنده قدرة، عنده إرادة، عنده مستقلة يعني. إذا ظن ذلك استغنى فيطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقرب العبد وقرب الحق سبحانه ما يخصه اليوم به من العرفان. اليوم هنا يعني في دار الدنيا، يعني في دار الدنيا اللي هي دار الابتلاء ودار الاجتهاد ودار المجاهدة. وقرب الحق سبحانه من عبده المؤمن المتحقق بمقامات الإسلام فالإيمان فالإحسان ما يخصه به من العرفان. تتعمق معرفتك بربك كلما زاولت ومارست الإيمان والإحسان. كلما مارست هذا الأمر أورثك الله علما زائدا ومعرفة زائدة به، فتراه في كل شيء فلا تجهله في شيء. وفي الآخرة ما يكرمه به من الشهود والعيان. فأنت في الدنيا تتعامل مع آثار الصفات، وفي الآخرة تتعامل مع الصفات مباشرة لا آثاره. وفيما بين ذلك من وجوه اللطف والامتنان. ولا يكون تقرب العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق. البعد هنا برضو بعد معنوي، بعد معنوي، أي ببعدي عن الخلق أنسا، ببعدي عن الخلق هما واهتماما، ببعدي عن الخلق خوفا، ببعدي عن الخلق اعتمادا، ببعدي عن الخلق توكلا. كلما ابتعد بقلبه عن الخلق لعلمه بعجز الخلق كلهم عن أن ينفعوا أنفسهم فضلا عن أن ينفعوه، أو يضروا أنفسهم فضلا عن أن يضروه، فكلما ابتعد وتحقق بهذا كلما اقترب من الواحد الأحد. ولا يكون تقرب العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق. وهذه من صفات القلوب، شوف كلامه بقى، من صفات القلوب دون أحكام الظواهر والكون، دون أحكام الظواهر والكون اللي هي إيه؟ المسافات يعني، المسافات والأزمنة يعني، لاستحالة القرب والبعد الزماني والمكاني على الله سبحانه وتعالى. وقرب الحق سبحانه بالعلم والقدرة عام للكافة، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فده عام للكافة، لكل المخلوقات، للملائكة وللجن وللإنس وللصالح وللطالح وللحيوان وللجبل وللجماد ولكله، فده قرب عام بالعلم والإحاطة وبالقدرة وباللطف والنصرة خاص بالمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فيكون النصرة خاصة بالمؤمنين. وباللطف والنصرة خاص بالمؤمنين. ثم بخصائص التأنيس اللي هي الأنس والمحبة مختص بالأولياء. يبقى الله سبحانه وتعالى، يبقى القرب كأنه ثلاث أنواع. كأنه عايز يقولك إن القرب ده ثلاث أنواع. القرب ده
قرب يستوي فيه كل الأكوان لأنها مخلوقة من الله، فده قرب بالعلم والإحاطة والقدرة، بكل شيء محيط، كل شيء عليم، على كل شيء قدير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. فهذا القرب قرب علم وقرب إحاطة يستوي فيه كل المخلوقات. ده أول نوع، وده مش هو ده المقصود عند أهل التصوف، لأن ده قرب إجباري لا اختيار فيه. أما الثاني فهو قرب باللطف والنصرة، ده خاص للمؤمنين لأنه فيه نوع اختيار للإنسان، فإذا اختار الإيمان اقترب من إيه؟ من اللطف والنصرة. فيبقى في نوع اختيار، في نوع ابتلاء. يبقى هو ده بيتكلموا في النوع الثاني، ده أوله، ولكن هم لا يقصدوا الأولاني لأن ده خاص بكل المؤمنين. هم يقصدوا يبين حال الأولياء، ثم بعد ذلك قرب بالأنس، وده خاص بالأولياء، ده قرب مخصوص من وسط المؤمنين، يختص من يشاء منهم يصيرون أولياء، يكونون أشد أنسا من غيرهم، وهذا مختص بالأولياء. قال الله تعالى بيبين لك أنواع القرب بقى من القرآن: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إليه يعني الإنسان مطلقا، وممكن تشيل الإنسان تبقى المخلوق مطلقا، اللي هو قرب العلم والإحاطة والقدرة والتدبير. وقال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، اللي هو الإنسان عند خروج الروح، قرب علم، قرب قدرة، قرب إحاطة، وهكذا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، بعلمه وإحاطته. وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، بعلمه سبحانه، لا يخفى عليه خافية. ومن تحقق بقرب الحق سبحانه وتعالى فأدونه، يعني أقل تحقق بهذا القرب، دوام مراقبته إياه. يبقى أول حاجة، يبقى بيتكلم هنا على قرب مخصوص بقى، قرب مخصوص لأهل الخصوص مش قرب عام. فأدونه دوام مراقبته إياه، لأن عليه رقيب التقوى، ثم رقيب الحفظ والوفاء، ثم رقيب الحياء. دي يعني ايه مداومة مراقبة الله عز وجل؟ مراقبته اولا برقيب التقوى، والتقوى اللي هي الخشية التي تورث الطاعة، ثم رقيب الحفظ والوفاء، الوفاء بالعهد القديم: ألست بربكم؟ قالوا بل. ففي عهد بينك وبين ربك، انت نسيته، بس نسيته علشان انتقلت بين أصلاب الآباء وأرحام الأمهات على مر القرون. وبعدين فين لما تلبست روحك التي شهدت بالجسد بعد ذلك، بعدما كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة، مريت بمراحل لتركبن طبقا عن طبق، فنسيت، وانت طبعك نساي. فلما جيت في الدنيا نسيت العهد القديم. المؤمنين ربنا يفكرهم فيوفوا بهذا العهد الأصلي، اللي هو ايه؟ عهد الربوبية، الذي يقتضي ذل العبودية لمن برأها وخلقها. ادي معنى الوفاء بالعهد. والذين يوفون بالعهد، العهد الأصلي، لأن الذي يوفي بالعهد الأصلي هيوفي بكل عهد فرعي بعد ذلك. أي عهد بعد ذلك أوفوا بالعقود، والعقود دي ربنا أمرك أن تفيها مع الخلق، فيكون العقد الذي بينك وبين الحق أولى. ثم رقيب الحفظ والوفاء، ثم رقيب الحياء، اللي هو أعلى من كده بقى. رقيب الحياء أي الحياء من الله أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك. الحياء أن تعصاه. يبقى دي مسائل تانية، كل مدى ما بيرتقي. يبدأ بالتقوى، ثم بعد ذلك التقوى تدل على الوفاء بالعهد القديم، ثم الوفاء بالعهد القديم يجعله متذكر باستمرار أن الله سبحانه وتعالى رازقه، أن الله يستره، أن الله يعطيه، أن الله يدبر أمره، فيستحي أن يبارز الله بمخالفته بما أنعم الله به عليه من النعم. فكل مقام يورثه إلى مقام الذي يليه. وأنشدوا، قالوا شعر يعني: كأن رقيبا منك يرعى خواطري، بيكلم ربه يعني، كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني. كأن فيه رقيبين،
رقيب بيرعى الباطن ورقيب بيرعى الظاهر. حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى مراقبك في الظاهر والباطن، كأن رقيبا منك يرعى خواطري، يعني الباطن ما يدور في من الداخل ولا يظهر أثره في الخارج. وآخر يرعى ناظري ولساني، فما رمقت عيناي بعدك منظرا يسوءك إلا قلت قد رمقاني. فما رمقت عيناي بعدك، يعني بعد معرفتي بك. ادي بعدك هنا، مش بعد برضو مكاني ولا زماني، اي بعد معرفتي وتحققي بانك رقيب علي. فما رمقت عيناي بعدك، اي بعد معرفتي اياك منظرا يسوءك. يسوءك يعني ايه؟ يعني يؤدي الى معصيتك، يعني يغضبك تشريعا، لان الله سبحانه وتعالى لا يضره معصيه العاصين، لا يسوءه شيء. فهنا النسبه، هنا النسبة يريد يعني يسوءك أي يغضبك، يعني لازم اللفظ. فما رمقت عيناي بعدك منظرا يسوءك أي يغضبك علي تشريعا وعبادة إلا قلت قد رمقاني. شايفني، تصور أنت لما الإنسان يتصور أن ربنا شايفه هيفرق؟ يتصور باستمرار أن ربنا شايفه هيشرب خمرة؟ هيكذب؟ هيعصى ربه؟ ده حتى هيستحي يمكن يعني يغفل، لدرجة ان بعض الصالحين كان بعضهم يستحي ان يرقد من شدة الادب، يقول لو جلست امام معلمي ومدرسي انا لا استطيع ان انا اضجع، فكيف اضجع والله يرمقني. لدرجة ان قالوا على السري السقطي مكث 40 عاما لا يرقد، وكان يقول ارى شيطانا في بيتي ولا ارى وسادة. كانش يحب يشوف وسادة أبدا. كل دي دليل على ان هم ارتقوا الى مرحلة شاعر في كل لحظة ان ربنا سبحانه وتعالى ناظر اليه قادر عليه، وان الله معه ناظر الي قادر علي، ايه مطلع، ايه شاهد علي قادر علي، وايه تاني ناظر الي مطلع علي قادر علي. فما رمقت عيناي بعدك، يبقى فهمت بقى بعدك والحاجات دي مش تقول بقى الحكاية بعد، يعني ظروف، هي ظرف زمان ومكان. اخرج بقى من قواعد النحو، اخرج بقى لما تيجي تتكلم معاهم، اخرج من قواعد النحو لما تيجي تتكلم على ربك، اخرج من قواعد النحو. انت نفسك لما بتقرأ في سورة القرآن يقول لك كان الله غفورا رحيما، كان ده فعل ماضي ناقص، وماضي ماضي يعني يدل على الزمن الماضي. طب يعني كان ربنا في الزمن الماضي غفور رحيم، طب ودلوقتي؟ يبقى لازم تفقد المعنى. لكن اما اجي اتكلم على عبد اقول كان مثلا الشيخ عماد امام وخطيب مسجد سيد احمد الدردير، كان ده ماضي. طب وهل ما زال؟ يقول لي رجع الحمد لله. الحمد لله، واخد بالك؟ يبقى ليه قلنا بقى ارتبطنا بالزمان؟ لان اللي جاي بعدها اسم كان هنا ايه؟ مخلوق. فطالما اسم كان مخلوق يبقى خلاص ارتبط بالزمان. لكن لما يجي اسم كان يبقى مش مخلوق، يبقى يفقد معنى الزماني على طول. بنرد على العالم يقول لك وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، فقال لك في السماء، ويعملوا لك منشورات ويطبعوها كده عامله زي منشورات بتوع الثوره، ويطبعوها ويلزقوها في الايه، في المساجد، مجاهيل اللي نشروها ومجاهيل اللي لزقوه، وما يقفش جنب المنشور اللي لزق. تيجي كده الصبح تلاقي في الجامع اتنشرت الحاجات، مين اللي عملها؟ أني عفريت جاء نشرها؟ لا يجرؤ ان هم يواجهوا لانهم جهله، لانهم نسبوا هذه الاشياء والظروف المكانيه والزمنيه الى الله بنسبتها للعبيد، فظنوا ان الله جسمه يحل في مكان مرتفع بجهه معينه. كل ده جهل، ونسال الله السلامه. ولا بدرت من في دونك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، يعني حتى كلامه كمان وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا خطرت في السر بعدك خطرة لغيرك إلا عرجا بعناني. يا سلام، يعني كل ما حتى سري يبتدي يغفل عنك، يجي الرقيبين دول يروحوا سيئين نفس تاني إلى وجهتك مرة أخرى. إلا عرج بعناني، كأن نفسه دي دابة
وليها لجام وعنان ماشية في طريقها إلى قصدها وأن إلى ربك المنتهى. في أثناء الطريق مش عارف أنت الدبة تشمشم كده تلاقي شوية زرعين عايزة تاكل، شوية مش عارف إيه حتة هنا، شافت حاجة تانية تخيلت بيها، ما هي كده الدبة كده. طول ما أنت قاعد عليها بتقودها تمشي في طريقها، لكن سيبها هتمشي كده وتمشي كده وتمشي كده، برطع بقى. هي النفس عايزة كده. فبيقول إيه؟ ولا خطرت في السر بعدك خطرة لغيرك إلا عرج بعناني، يعني سؤوني تاني إلى وجهتي وقصدي. كل ما إيه أغفل بشهواتي، أغفل بلهواتي، أغفل بهواي، أرجع تاني الرقيب اللي علي لا يسقني إليك مرة أخرى. وإخوان صدق قد سئمت حديثهم، وابتدى بقى كمان يظهر عليه علامات عدم الأنس بالخلق، الوحشة من الخلق، يبقى كل أنس برب. وإخوان صدق، حتى إخوان الصدق، حتى الناس الطيبين بقى القعدة معاهم توحشه. وإخوان صدق يبقى بيرتقي كل مدى ما بيرتقي، لأن من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس، مش قالوا كده برضو؟ وإخوان صدق قد سئمت حديثهم وأمسكت عنهم ناظري ولساني، وما الزهد أسلى عنهم غير أنني، يعني مش مسألة زهد إن أنا سبتهم، غير أنني وجدتك مشهودا بكل مكان. شفت بقى افهم كلامه، وجدتك مشهودا أي رقيبا، افهم بقى. بس يقولك شوف، بيقولوا بيشوفوا بعينهم، شوف الحلول والاتحاد بكل مكان، يقول ربنا في كل مكان. العالم الأونطاجية اللي مش فاهمة لا عربي ولا انجليزي. وجدتك مشهودا اي رقيبا بكل مكان، اي وانا بكل مكان. لان مين اللي بيبقى محصور في المكان؟ الانسان. يبقى هو بيتكلم على نفسه. وجدتك مشهودا اي رقيبا علي بكل مكان، اي حال كوني بكل مكان. واضح الكلام، واضح، بس ما بيعرفوش عربي. أصل هم تنطقوا من مجلة سمير وميكي إلى قراءة في كتب الدين مرة واحدة، ما ترقوش. فلو كانوا ترقوا بعد كده، وبعدين بيقروا كمان الدين منين؟ من ميكي جيب. ما ينفعش. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لأرض انقطع ولا زهر انقطع. لما يقرأ الشعر ده، الشعر ده لما شرحناه مش كلامه واضح؟ حلو، في حلول واتحاد، في حاجة وحشة، حاجة حلوة أوي. لكن لو أراه لوحده هيقول لك شوف بيقول إيه، مشهود وبكل مكان، بيقول على ربنا في كل مكان. هو ما بيقولش على ربنا، طالما بيتكلم على المكان ما بيقولش على ربنا يا سيدي، بيقول على نفسه. وجدتك مشهودا أي رقيبا علي بكل مكان، أي وأنا بكل مكان. واضح. آياته تقدر بقى، لازم تقدر، يبقى في مقدر. وعشان كده العرب طريقتها الحذف، يعني طريقة العرب اسلوبها عموما يحب يحذف. ليه؟ لانه معروفة الحكاية، معروفة، وانا كل شوية هقول لك المقدمات. فهمت ازاي؟ يعني العرب طريقتهم يحبوا الحذف. يقول لك بيت الله، مش كده برضه؟ ناقة الله، يعني بيت الله يعني ساكن فيه ولا منسوب اليه؟ منسوب اليه، واخد بالك ازاي؟ يبقى النسب تشريفية. فخلاص لما اقول لك بيت الله خلاص تعرف، مش بيت الله نسبة تشريف. كل مرة اقول لك نسبة تشريف ليه يعني؟ هو علم في المد بلم يصبح ناسي؟ خلاص العرب تفهم على طول. اما اقول مثلا ايه، الدبيحة دي لسيدنا الحسين، خلاص ما هي معروف، يعني حوهب ثوابها لسيدنا الحسين. ويجوز ايه ان الانسان يهب ثواب الصدقة للميت. سيدنا الحسين ميت؟ ميت. يجوز وهب الصدقة للميت ولا لا يجوز؟ يجوز. الذبيحة دي هتذبحها، سيدنا الحسين بياكل وهو في برزخي؟ ما بياكلش. مين اللي بياكل؟ الفقراء. كل ده مفهوم ضمنا. وعلى شكرا بيجي يقول لك الذبيحة دي لسيدنا الحسين، يعني ثوابها لسيدنا الحسين هدية محبة فيه. ومحبة سيدنا الحسين دي محبة للنبي، لأن سيدنا الحسين كان يحب سيدنا النبي، يحب سيدنا الحسين مثلا. يبقى ما اجيش بقى اقول ايه شفت، اهل لغير الله به، يا ابني اهل لغير الله به، ده اللي بيقول كده مش ابو لهب، ده اللي بيقول كده مسلم. يبقى لازم المسلم ده عنده فهم بالمعنى اللي بيقصده، ليه عندي قرائن
تدل على ان كلامه لازم يفهم كده، لان هو لما بيجي يذبح بيذبح يقول بسم الله الله اكبر، عمره ما قال بسم سيدنا بسم الحسين ابدا. وبعدين بلاقيه ادخل الجامع الاقيه واقف جنبي بيصلي، يبقى ازاي اقول عليه بقى كافر بيعبد سيدنا الحسين؟ ازاي؟ علشان قال الذبيحه دي لسيدنا الحسين؟ لا، ده ليها معنى صحيح، يعني الذبيحه دي صدقه لسيدنا الحسين، بس هو اختصرها. ادي المساله كلها اختصرها. فهم ما بيعرفوش الاختصار، ولا يعرفوا الاقتصار، ولا يعرفوا حسن الظن بالناس. فلما ما بيعرفوش الحاجات دي كلها وقعوا في مشاكل، حرموا بقى، حرموا فضل حسن الظن بالناس، ودي عبادة عظيمة حرموها. وكان بعض المشايخ يخص واحدا من تلامذته بإقباله عليه، فقال أصحابه له في ذلك، القصة دي مشهورة يعني معروفة، فدفع إلى كل واحد منهم طيرا وقال اذبحوه بحيث لا يراه أحد. فمضى كل واحد وذبح الطير بمكان خال، وجاء هذا الإنسان والطير معه وجاء هذا الإنسان والطير معه غير مذبوح، يسموه مفعول معه، مش كده برضه؟ والطير معه يعني يبقى مفعول معه منصوبة واو المعي. وجاء هذا الإنسان والطير معه غير مذبوح، فسأله الشيخ فقال أمرتني أن أذبحه بحيث لا يراه أحد ولم يكن موضع إلا والحق سبحانه يراه. فقال الشيخ لهذا أقدم هذا عليكم. فهمتوا ليه أنا بأقدم الطالب ده عليكم كلكم؟ لما الطلبة غاروا قالوا الشيخ بيقدم فلان علينا، اشمعنى؟ فعمل لهم اختبار، ادى لكل واحد طائر وقال له كل واحد يروح يذبح هذا الطائر في مكان لا يراه أحد. كله راح اختبأ كده في حته وجاب له ايه الطائر مذبوح، ده رجع له الطائر في ايده زي ما هو. قال له كلما اختبأت في مكان وجدت الله يراه فلم اذبح. قال له شفته بقى عرفته لعدم غفلته عن ربه ومراقبته اقدمه عليكم. يبقى سبب التقديم هنا تقديم انه هو مراقب لربه رقابه عاليه. فقال الشيخ لهذا أقدم هذا عليكم، إذ الغالب عليكم حديث الخلق، وهذا غير غافل عن الحق. ورؤية القرب حجاب عن القرب. يعني رؤية القرب حجاب عن القرب؟ يعني رؤية العبد نفسه أنه قريب حجاب عن القرب، لأنه رأى سوى الله، رأى نفسه، فيبقى حجب بنفسه، مش كده برضو؟ لأنه إذا عاش واستهلك بالكلية في المراقبة لما كان هناك مع الله أحد ولا نفسه، فحتى لو ترقى لا ينظر انه هو الذي ترقى، بل ينظر الى المرقي. وما بكم من نعمة فمن الله، فينسب الفضل لاهلي لا لنفسي. ولذا قال لا تزكوا انفسكم واعلموا بمن اتقى. ورؤية القرب حجاب عن القرب، لانه قدر معه غيره وهو نفسه. فهمت بقى ازاي؟ وإذا رأيت الله أي عرفت الله، عرفت أنه كان الله ولم يكن شيئا معه. فينمحق الخلق بالكلية. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هنا بمعنى قد؟ وإن كانت هل لها معنى الاستفهام، إلا هنا أنها بمعنى قد للتحقيق. يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ورؤية القرب حجاب عن القرب، فمن شاهد لنفسه محلا يعني مقاما أو نفسا، نفسا يعني نوع من الترقي، هيجي النفس معناه إيه عند القوم، وده من أحوال السر، فهو ممكور به. ممكور به يعني مغرور بنفسه، مغرور بنفسه. اللي يقول أنا يبقى إبليس النزعة على طول كده، إبليس النزعة، لأن أول ما من قال أنا هو إبليس.
ولهذا قالوا أوحشك الله من قربه، أوحش كانوا يدعوا البعض كده يقول له أوحشك الله من قربه، يعني غيبك الله عن الشعور بقربك إليه، يعني كأنه أخذك من نفسك إليه. فهمت ازاي؟ ادي معنى اوحشك الله من قربه، اي اوحشك الله من رؤية نفسك قريب من الله، لانك اذا رأيت نفسك فقد حجبت به. فهمت المعنى؟ اوحشك الله من قربه، اي من شهودك لقربه. فان الاستئناس بقربه من سمات الغرة به، الاستئناس من قرب الله من سمات الغرة به. هي مكتوبة العزة على فكرة، الغرة، الغرة كده مناسبة للمعنى، يبدو انها خطأ تصحيفي يعني. فإن الاستئناس بقربه من سمات الغرة به، إذ الحق سبحانه وراء كل أنس. احنا قلنا إن الله سبحانه وتعالى في أثناء الترقي للوصول إلى معرفته المعرفة الكلية، وأن إلى ربك المنتهى. والمعرفة الكلية هنا ليست كلية بجهة الله، بل كلية من جهة العبد، يعني يكمل كمال المعرفة معرفة العبد بربه، لا بأنه يحيط بربه معرفة، لا، فإنه لا يحاط به علما سبحانه، ولكن إلى مقام الكمال، كمال العبودية. ففي هذا الترقي لهذه المقامات، إذا استأنس العبد بترقيه فبعد عن طريقه للوصول، يبقى التهى بإيه؟ بما وضعه الله له في الطريق ليؤنسه حتى يصل إليه. زي ما ضربت لك أنا مثال، أنت مسافر إلى الإسكندرية، في الطريق للإسكندرية عاملين كافيتريات كده استراحات، في الكافيتريات دي ساعات يعملوا أسواق، يعملوا مراجيح، يعملوا أكل وشرب، يعملوا أي حاجة. فتيجي انت تنزل في اول استراحة، تلاقي انت الحاجات دي كلها حلوة عجباك، تقول لي انا هعيش هنا بقى، ده انا كده شايف كل ده، انا خلاص وصلت، هو انا هلاقي هناك احلى من كده؟ فيروح قاعد هنا، كل الناس تركب وتمشي توصل، وانت مسكين لسه قاعد في الاستراحة، اتشغلت بالايه؟ بالحاجات الحلويات اللي محطوطة في الاستراحة. كذلك ربك سبحانه وتعالى يرقيك الى مقامات معرفة وانس في الطريق اليه. فاذا استأنست بالمقام وقفت معه، يبقى تعطلت ما وصلتش. وعشان كده بيقول الاستئناس بقربه من سمات الغرة به، يعني قاطع، قاطع عن الوصول. إذ الحق سبحانه وراء كل أنس، وإن مواضع الحقيقة توجب الدهش والمحو. يعني لما توصل لمواضع التحقيق تجد إن فعلا إن لا موجود بحق إلا الله، فتورث الدهش عما سواه والمحو عما سواه، فيبقى الإنسان ولا حاجة والخلق ولا حاجة إلا الله. فهمت إزاي؟ ما في الكون إلا الله، واخد بالك إزاي؟ ويقصد في الكون هنا مش فيه بمعنى الظرف، أي ما كون أصلا ولا وجود أصلا بحق إلا الله، آدي المعنى. وإن مواضع الحقيقة توجب الدهش والمحو، وفي روايات المحق، والمحو والمحق يعني بيستعملوها احيانا بلفظ اشد من لفظ، فالمحو اضعف من المحق، يعني الانسان ساعات يبقى له اثر من اثار البشرية، له وجود لسه من نفسه فيسموه محو. شوف انت لما تجيب الاستيكة وتمسح، بعد ما تمسح تلاقي فيه اثر للي كنت كده، يبقى ده اسمه محو. لكن المحق مفيش ولا اثر، كأن ما اتكتبش اصلا. فهمت ازاي؟ فالمحق اشد، يسموه ساعات السحق، يعني قريناها الحاجات دي مرت قبل. وفي قريب من هذا قالوا محنتي فيك انني ما ابالي بمحنتي، قربكم مثل بعدكم، فمتى وقت راحتي. محنتي فيك يعني ابتلائي معك، أي بيني وبينك ابتلائي بشوقي للوصول إليك، ابتلائي فيك بمحبتي إليك، بإرادتي التعلق إليك. محنتي فيك أنني ما أبالي بمحنتي، بل أتلذذ بشوقي، فأنا محنتي هو شوقي، وأنا متلذذ بشوقي إليك.
فهمت ازاي؟ محنتي فيك انني ما ابالي بمحنتي، بل يعني عايز على طول كده. عارف مجنون ليلى؟ لو جابوا له ليلى ما تفرقش معاه، هو مجنون، هو مش موجوده معاه، موجوده معاه هو معاه ما تفرقش، لان هي خلي كل ما يشوف بنت هي ليلى، وكل ما يشوف دار هي ديار ليلى، وكل ما يشوف جمال حتى في الاكوان يفتكر ليلى، يسمع عصفور بيصوصه وصوته حلو يفتكر صوت ليلى. الله ايه ده، ايه ده، ده ما مجنون ليلى، واخد بالك؟ فشاف في الاكوان كلها انها ليلى، فهمت؟ وكل واحد بقى ليه ليلى. ايوه. محنتي فيك انني ما ابالي بمحنتي، قربكم مثل بعدكم، فمتى وقت راحتي؟ يعني ايه؟ يعني مشاهدتي قربي اليك هي اصل البعد، اصل الحجاب، فشعوري بقربكم يؤدي الى البعد. فمتى وقت راحتي؟ امتى استريح؟ استريح من نفسي حتى انساها فاصل اليك بك لا بنفسي. فهمت ازاي؟ وكان الاستاذ ابو علي الدقاق رحمه الله كثيرا ما ينشد: ودادكم هجر وحبكم قلى، وقربكم بعد وسلمكم حرب. وقربكم بعد وسلمكم حرب. ده سيدنا ايه ابو علي الدقاق. ودادكم هجر وحبكم قلى، وقربكم بعد وسلمكم حرب. ودادكم هجر، اي رؤيتي ودادك هو عين الهجر حيث اني رايت نفسي. ادي المعنى. ودادكم اي رؤيتي قربي منك، رؤيتي ودك مني، لطفك بي. رؤيتي معنى ان لسه في سوى. وحبكم قلى، يعني رؤيتي لمحبتي لكم قلى، يعني بغض. ليه؟ لانه كانه نسب الامر لنفسه ولم ينسبه لربه. وصلت بنفسي بقى، انا وصلت لمحبتك بجهدي، يبقى هو ده عين البغض، لا يدخل احد الجنه بعملي. وحبكم قلى وقربكم بعد، يعني وقوفي مع القرب، وقوفي مع قربك كوقوفي مع مقامات التجليات، انشغال عن مقصودي وهو الوصول اليك. وقربكم بعد، يعني كلما اقتربت الي بتودداتك وبخواطرك وبتجلياتك وانشغلت انا بهذا عنك فقد انشغلت عن مقصودي فاستبت بعدا. وسلمكم حرب، ووقوفي مع هذه المقامات والتجليات واستسلامي لها كأني ركنت إليها فأمنت مكركم ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهمت بقى ازاي؟ كأنها خديعة. وسلمكم خديعة، يعني خديعة ايه؟ تخدع نفسي، لأن النفس خداعة، يفتكر انه وصل وهو ما وصلش. فهمت؟ ودادكم هجر وحبكم قلى وقربكم بعد وسلمكم حرب. كان يحب ايه؟ يرددها كثيرا سيدنا ابو علي الدقاق اللي هو الشيخ عبد الكريم القشيري. وراى ابو الحسين النوري بعض اصحاب ابي حمزه فقال: انت من اصحاب ابي حمزه الذي يشير الى القرب، اللي بيتكلم على معاني القرب يعني. إذا لقيته فقل له إن أبا الحسين النوري يقرئك السلام ويقول لك: قرب القرب فيما نحن فيه بعد البعد. ده بعت له تلغراف كده، تلغراف يعني، هم يفهموا بعض، الأولياء بيفهموا بعض، يقول لك سيم. فبيقول له: قرب القرب فيما نحن فيه، أي من طاعة، أي شعورنا ونحن في الطاعة بقرب القرب، هذا نظر الى الطاعة واعتماد عليها، هو عين بعد البعد. فيجب ان يكون اعتمادك على الله. افهم. قرب القرب فيما نحن فيه اي من طاعة، هو عين بعد البعد حيث نسبنا العبادة الينا واعتمدنا عليها دون الله.
فهمت؟ ومن علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل، زي ما قال كده في الحكم. فأما القرب بالذات بيكلمك اهو بقى للعالم الأونتاجية اللي بيقولوا ان الصوفية قالوا بالحلول والاتحاد، القرب بالذات هنا اللي هي ذات الله يعني حلت في الأكوان. فأما القرب بالذات فتعالى الله الملك الحق عنه، يعني منزه عن هذا المعنى، فإنه متقدس عن الحدود والأقطار والنهاية والمقدار، وما اتصل به مخلوق ولا انفصل عنه حادث مسبوق به، جلت صمديته عن قبول الوصل والفصل. في بعد كده توضيح ان ما قالوش بالحلول والاتحاد، مش عارف انا ليه طلعوا عليهم الإشاعة دي، مش فاهم انا مين المؤذي اللي طلع الإشاعات دي، يا اما ما قروش الكتب دي، هو سمع إشاعات وقرا قصاصات في بعض الصحف، واخد بالك، وابتدى بعد كده ياخد موقف. وبعدين راح الموالد لقى شوية عالم بتعمل تصرفات ايه هو مش مستسغها، وقالوا له ايه مين اللي بيعمل كده؟ يقول لك ده متصوفة، دي ما يعمل لها متصوفة، وقرا قصاصتين في الجرايد، فروح البيت عمل عداء بينه وبين اولياء الله الصالحين، وافتكر ان اولياء الله الصالحين هم دول. فدي دي قواطع برضه، دي كل اللي شافه ده كان قواطع له عن الطريق والوصول الى الله. فقرب هو في نعته محال وهو تداني الذوات، خد بالك، القرب في نعته محال، يعني محال ان تعتقده على الله، هو تداني الذات، الذوات، ان الذات تدخل في ذات وتحل في ذات وتقترب من ذات. وقرب هو واجب في نعته، وهو قرب بالعلم والرؤية، وهو معكم اينما كنتم اقرب اليه من حبل الوريد، واخد بالك ازاي، ما من نجوى ثلاثة الا ورابعهم ولا خمسة الا وسادسهم ولا اكثر من ذلك ولا اكبر ولا اكبر من ذلك ولا اكثر من ذلك ولا ادنى من ذلك ولا اكثر، وفي روايه ولا اكبر، قراءات يعني في القراءات، الا ومعهم اينما كنت. فقرب في نعته محال، اللي هو ايه؟ ذات بذات. يبقى احنا بنتكلم على الصفات بقى، قرب من الصفات، اما الذات فكان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الان على ما عليه كان. وقرب هو جائز في وصفه، يخص به من يشاء من عباده، وهو قرب الفضل باللطف. يبقى في قرب جائز اللي هو قرب اللطف والنصرة بالمؤمنين، وفي قرب فضل بقى هو ما قالوش هنا لانه داخل في الجائز برضه، اللي هو قربه من اوليائه بكمال الانس والرحمة. يبقى في قرب فضل برضه غير القرب الجائز للمؤمنين، ففي قرب فضل لاهل الايه؟ للمقربين. وقرب الفضل يتفاوت لان في اولياء وفي انبياء، والقرب في الانبياء يتفاوت حسب درجات الانبياء، والقرب في الانبياء يتفاوت حسب درجات النبي ولا رسول، وفي الرسل يتفاوت هل هو من اولي العزم ولا لا. فتجد في الاخر اقرب مخلوق الى الله على الاطلاق هو سيدنا رسول الله، حتى اقرب من جبريل. فهمت ازاي؟ وعشان كده رمز لها رمز حسي في الإسراء والمعراج، فقال لو أنت إن تقدمت اقتربت وأنا إن تقدمت احترقت، ليبين حسا هذا المعنى أنه أقرب الخلق إلى الله مكانة وعلوا ومعرفة وشهودا صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي هو أعلم الخلق بالله. ومن ذلك الشريعة والحقيقة، كتير يستعملوا لك الشريعة والحقيقة والطريقة، كتير يقولوا لك كده، هيقول لك يعني ايه بقى الشريعة ويعني ايه الحقيقة. الشريعة امر بالتزام العبودية، والحقيقة مشاهدة الربوبية. مش هو الحكاية في عبد ورب؟ مش المسألة كلها خالق ومخلوق؟ لما نتكلم على احكام المخلوق نبقى في الشريعة، لما نتكلم على احكام الخالق نبقى في الحقيقة. سهلة؟ سهلة خالص. يبقى الشريعة هي الأحكام المطلوبة من المخلوق لمعرفة خالقه، دي الشريعة، هي الإسلام. طب والحقيقة هي المتعلقات أو المدارك التي تتعلق بالله عز وجل. يبقى صفات الربوبية، في صفات ربوبية وفي صفات عبودية. فالعبودية متطلباتها الشرائع المطلوبة منها، والله سبحانه وتعالى له
قوانين أخرى، قوانين الربوبية دي مسألة تانية. والحقيقة مشاهدة الربوبية يعني معرفة حقوق الربوبية، أدي معنى مشاهدة الربوبية، معرفة حقوق الربوبية. لحسن تفتكر مشاهدة بالعين يعني، أنت نظرك ضعيف أصلا، ده أنت بتنسى النظارة تبقى مش شايف الحروف. والحقيقة مشاهدة الربوبية، فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول. يبقى أي توجه تعبدي غير مواجه بالرب المعبود يبقى ده ما ينفعش، غير مقبول. طب ما في بيعبد البقر، بيعبد البهايم، بيعبد الشياطين، بيعبد الأصنام، أو كله، لأنه كله مغروس في العبودية. فاللي اهتدى أهو بيعبد رب العالمين، واللي ما اهتداش أهو بيعبد أي حاجة، لحد ما عبدوا الجعارين، عبدوا السحالي، عبدوا أي حاجة تتصورها في الدنيا، عبدوا كل حاجة، كل حاجة يعني أي حاجة، الأحجار، عبدوا كل حاجة. لحد دلوقتي الجاموس بيعبدوه في الهند، لحد دلوقتي. تصور، تصور بعد التقدم العلمي ده كله والرقي الحضاري ده كله، لحد دلوقتي يعبدوا جاموسة، حاجة غريبة. واليابان بيعبدوا لحد دلوقتي بوذا حجر، اليابانيين دول، عشان تعرف ان الحمد لله ان ربنا هدانا لهذا. هم دول يعني ارقى منا عقلا من ناحية العقل العلمي يعني، لكن العقل العلمي الظلماني، لان مش كل علم ينفع، في علم ينفع وعلم لا ينفع. فالحمد لله اللي ربنا اختصنا بالعلم الذي ينفع، وهو العلم به سبحانه وتعالى. وربنا يهديهم جميعا. فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول، يعني ليست من الله. فأي تعبد لم يفرضه الله على العباد يبقى غير مقبول. أي عبادة لم يردها الله من عباده غير مقبولة، لم يتوجهوا بها إليه غير مقبولة. يبقى يشترط في العبادة أن تكون من الله مشروعة ومن العبد لله مقصودة. واضح؟ وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير مقبولة برضه. كل حقيقة غير مقيدة بالشريعة تبقى غير مقبولة برضه. يعني كل واحد عارف ان ليه رب، الحمد لله، مش كده برضه؟ كل واحد عارف ان ليه رب، لكن اللي عارف ان ليه رب ده وما بيعبدوش بالشريعة يبقى غير مقبول برضه، غير مقبول. الحرام يبقى سارق السريقة وبيجري في الضلمة وده رب استر، يعني عارف ان ليه رب وبيستره، وبعدين اول ما يوصل بيته وخد السريقة والعسكري ما شافوش، الحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها نعمة. يعني هو عابد ربه برضه، عارف ان ليه رب وانه بيستره وانه انعم عليه وانه رزقه، بس رزقه ايه؟ بالسرقة. لكن عارف ربنا موسع عليا، الحمد لله، ما يخلاش المحافظ من جيبه وهي محافظ غيره. لا، يعني عارف ان ليه رب بس مش ماشي على الشريعة يبقى غير مقبولة، او انتجي، او انتجي برضه. فهمت ازاي؟ لازم يبقى، لازم علشان يعرف ان ليه، يبقى ماشي مظبوط، عارف ان ليه رب حقيقي، يبقى يسعى في الارض يطلب الرزق الحلال. لما يطلب الرزق الحلال ويقول الحمد لله، هنا بقت شريعة مطابقة للحقيقة وحقيقة مطابقة للشريعة. لكن بيسعى في الارض بيطلب الرزق الحرام، يقول لك انا بسعى على اولادي، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، انا ضيعهم، انا معقول تاجر في المخدرات؟ هاي عشان الدنيا غلا ودي تجاره رايجه، ما ينفع اوانتج، لانه مش ايه، متحقق غير متشرع، متحقق وغير متشرع. فالشريعه جاءت بتكليف الخلق، والحقيقه انباء عن تصريف الحق. افهم بقى، يبقى الشريعه تكليف للخلق، اما الحقيقه فهي انباء عن تصريف الخلق، تصريف الحق يعني، تصريف الحق اي شؤونه سبحانه وتعالى في الاكوان، فعله في الاكوان، ارادته من الاكوان، مراده من الاكوان. فالشريعه ان تعبده، والحقيقه ان تشهده، والطريقه ان تقصده. مش كده برضه؟ سهله. يبقى الطريقه هي النيه، هي دي الطريقه. انت الطريق ده هو اللي يبينك وجهتك فين. انا اما اشوفك ماشي في سكة الصعيد تبقى رايح الصعيد،
ينفع تبقى ماشي في سكة الصعيد تقول لي اصل انا رايح مرسى مطروح؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ ما ينفعش. فالطريقة هي النية، الوجهة. فإذا كانت وجهتك إلى الله يبقى دي طريقة مظبوطة. فهمت ازاي؟ يبقى الكل بيعمل، لكن عمله ده موجهه لأي جهة؟ اللي موجهه بالنية لله يصل إلى الله، لغير الله لا يصل إلى الله. الله أغنى الشريكين عن أن يشرك به. يبقى الشريعة أن تعبده، والحقيقة أن تشهده، والطريقة أن تقصده. أو الشريعة هي الإسلام، والطريقة هي الإيمان، والحقيقة هي الإحسان. مش كده برضو السؤال؟ حديث سيدنا جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال ذلكم جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى الدين هو التلاتة دول، شريعة وطريقة وحقيقة. والشريعة قيام بما أمر، والحقيقة شهود لما قضى وقدر. يا سلام، كلام حلو قوي. الشريعة قيام بما أمر، مش لله الخلق والأمر. كويس، يبقى القيام بما أمر شريعة، والخلق حقيقة، صح؟ ألا له الخلق والأمر سبحانه. والشريعة قيام بما أمر، والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول قوله إياك نعبد للشريعة، حفظ للشريعة، وإياك نستعين إقرار بالحقيقة. إياك نعبد نسب لنفسه العبادة، أي أنا قائم بعبادتك يا رب، ولكن مستعينا بك، فلا حول ولا قوة إلا بك. يبقى إياك نعبد نسبة العبودية، وإياك نستعين القيام بمعرفة حقوق الربوبية، أي بلا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إياك نعبد التشريع، وإياك نستعين تحقيق. واعلم أن الشريعة حقيقة من حيث أنها وجبت بأمره. يعني الشريعة مش حق من الله، تبقى حقيقة برضه لأنها وجبت بأمر الله، فهي من جهة ورودها حقيقة لأنها وردت من الله فهي بأمر الله. والحقيقة أيضا شريعة من حيث أن المعارف به سبحانه أيضا وجبت بأمره، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نعرفه، وأوجب علينا أن نؤمن بقضائه وقدره، وأوجب علينا أن نرى تصريفه في الأكوان. مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار، يولج النهار في الليل، وغير ذلك من تصريف الحق في الأكوان. فهو دلك على تصريف الحق في الأكوان وهو حقيقة من خلال الشريعة. فالشريعة في باطنها حقيقة، والحقيقة في ظاهرها شريعة. واضح؟ سهلة. ومن ذلك النفس. النفس بفتح غير النفس، هتيجي النفس والروح والسر هتيجي بعدين، والقلب هيجوا بعدين، النفس. لكن انا بيتكلم عن نفس. كأن الانسان في الاكوان مخنوق. عارف اما يبقى مخنوق؟ ما هو ربك سبحانه وتعالى حبس الروح اللي هي من عالم الامر في ايه؟ في الجسد، فتولدت النفس من الحبسة دي، خليط من عالم الامر وعالم الحس، فبقت محبوسة مخنوق. اول ما تبتدي ترق حجب النفس بالتدريج، تبتدي تنطلق الروح شوية بشوية، تستريح شوية بشوية، ترجع لعالمها، عالم الامر الحقيقي، العالم اللي فيه العلم الحقيقي، عالم المعاني، عالم لا حرف ولا كلمة، بل علم بلا حرف ولا كلمة، لأن الحروف والكلمات مخلوقة. فإذا ارتقت الروح وتخلصت من قيودها بالكلية صارت سرا. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني سر. السر ده أول ما يبتدي يتخلص من قيوده ياخد النفس بقى، بعد ما كان محصور آري النفس. فهمت النفس؟ يعني كان مخنوق خانقة لا يعلم بها إلا ربك. فهمت ازاي؟ في عالم الحس وعالم الاكوان وعالم الليل والنهار وعالم الاجساد وعالم الامراض وعالم الشهوات
وعالم المتطلبات والارتباطات المختلفة، وعالم كثرة الصور وكثرة آثار الصفات، كل دي مشوشات، كل ده مشوشات. أول ما يبتدي يرتقي ويتخفف يتخفف يتخفف كأنه كان كده مخنوق، كل شوية بتفك تفك تفك لحد ما تبعد، خد النفس استريح، ادي النفس، فهمت؟ مش النفس اللي قاعدين على القهوة، لا خد بالك في حاجة. يبقى ايه؟ يبقى ما نتكلم عن النفس هنا غير اللي بيتكلموا عليه في القهوة. يبقى كل طائفة ليهم مصطلح، غير اما دكاترة التخدير في اوضه العملية تقول لك اديله نفس، يعني اديله نفخة اكسجين. كل واحد بيتكلم على حسب مهنته، بتاع الباجور اديله نفس يعني، وكل واحد بقى ايه ليه النفس بتاعه. حتى بيقولك الطبيخ نفسه نفس، واخد بالك ازاي؟ يعني يبقى كل اهل طائفة ليهم الفاظ خاصة بيهم. فلما تيجي يسمع اهل التصوف يقولوا النفس، اعرف بقى هما يقصدوا ايه، لان الكلمة دي اصلا مشتركة جامدة بين كل واحد وواحد، يستعملها بطريقة شكل. فنشوفهم هنا بيستعملوها بمعنى ايه. النفس ترويح القلوب بلطائف الغيوب، دي اول حاجة تعريف كده سريع كده، ترويح القلوب بلطائف الغيوب. القلوب مستشرفة انها ترجع للي جاية منها، لكنها بقت محبوسة حبسة في زنزانة ضيقة جدا، كأن روحك جوه زنزانة ما فيهاش الا 5 فتحات، وفتحات ضيقة قوي. الفتحة دي بتشوف منها وتحس منها وتشم منها وتستطعم منها، مش كده؟ برضو 5 حواس، فهي مش قادرة ترجع تشوف اكتر من خلال ال5 فتحات دي بس، فمحبوسة حبسة زنزانة شديدة مش عارفة تطلع منها. فهمت ازاي؟ اول ما يبتدي الانسان يخرج من الحس اللي هي الحواس العادية دي شوية، ويعرف ان لا في حاجة تانية غير الحاجات دي، يبتدي بقى ايه؟ قلبه يبتدي يتسع. خرجنا من ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. فهمت ازاي؟ الصحابي اتسع، اتسع ليه؟ لانه خلاص تروح بالغيوب، تروح قلبه بالغيوب، ما بقاش الحكاية كلها. لما يقول له يعني يا رسول الله بيني وبين الجنة ان اقتل، قال نعم، وكان في ايده تمرات، قال والله انها حياة طويلة، لسه هيفتحوا لي الزنزانة على ما كل التالت. طب انا عايزها تتفتح دلوقتي، انا عايز انطلق، هيجي لي افراج. واحد قاعد في الزنزانة وعايز ياخد افراج، واخد بالك؟ يقول له طب كل الوجبة، يا عم مش هياكل، افتح لي الباب. صح ولا لا؟ ادي المعنى. شفت بقى الصحابي حسها ازاي؟ حسها وعبر عنها بسهولة، حس بالحكاية دي فعبر عنها بسهولة. انا مش قادر، افتح الباب، افتح الباب ده، اخت 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 طلعت طلعت على طول، انطلق، فزت يا رب الكعبة، مع السلامة. فهمت بقى المعنى؟ وعلشان كده ادي المعنى ان النفس هي كده. وصاحب الانفاس ارق واصفى من صاحب الاحوال. ما احنا قلنا في حاجة اسمها احوال قبل كده اتكلمنا عليها. صاحب النفس ده بتلاقيه في مقام الجمال، فتلاقيه حاله ارق واحلى. وصاحب الاحوال بتلاقيه غالبا يغلب عليه الجلال. ليه الجلال؟ لانه كل ما يرتقي من حال لحال بيتاثر بالتغيرات، التاثر بالتغيرات ده جلال، بيتعب كل شويه الحاجات بتتغير عليه بتتلون عليه فبيتعب. فغالب احوال اهل الاحوال هو الجلال، لكن غالب احوال اهل الانفاس هو الجمال. فهمت؟ وصاحب الانفاس ارق واصفى من صاحب الاحوال، فكأن صاحب الوقت مبتدئا، صاحب الوقت اللي هو المشغول في وقته في الاول اجتهادا ومجاهدة بالعبادة والسلوك والرياضة، مهتم بكل اوقاته يصرفها في طاعة الله، ده اسمه يسموه صاحب الوقت، اللي هو المبتدئ. المبتدئ الاول مهتم بالنهار صائم، بالليل قائم، بينهما ذاكر، قارئ القرآن، مراقب لربه، مجتهد، مخالف نفسه، يبقى في كل وقت بيشغله بطاعة، يبقى ده اسمه صاحب الوقت، اللي هو مشغول بعبادة الوقت، اللي هو أهل السلوك. فكأن صاحب الوقت مبتدئا
وصاحب الأنفاس منتهيا وصاحب الأحوال بينهم. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الأنفاس دي بتجيلك لما براءة. شفت بقى المسجون ده أول ما يطلع من الزنزانة يعمل إيه؟ يتمطع يقول يا ده الدنيا واسعة قوي، إيه ده؟ إحنا كنا فين؟ مش بيعمل كده؟ يعمل كده. كان الأول قاعد في حتة مترين في متر ونص، يطلع يلاقي الدنيا واسعة. شفت أنت الجنين من بطن أمه أول ما ينزل يعمل كده، ياخد نفسه وبعدين يوقوق، وبعدين يتضح له بعد الوقوقة والبتاع دي كل ما يدرك أكتر يلاقي الدنيا واسعة قوي. هو ما كانش يعرف إلا إيه؟ الرحم بس، وقاعد بيتلعبط ويعوم فاكر إن هي دي كل الدنيا. أول ما طلع لا إيه ده؟ ده الحكاية إيه ده؟ ده قارات ودول ودنيا وسماوات وأرض وشغلانة كبيرة قوي، وناس تانية غيره زيه. كان الأول فاكر إن ما فيش في الأكوان غيره. ما على حسب إدراكه، وهو الأكوان عنده هو الرحمة بس، ما يعرفش غير كده. فأول ما يخرج ياخد نفس، حتى الدكاترة بتوع النساء أول ما يتولد يقول لك خد نفس ولا ما خدش؟ واخد بالك؟ يعني حس بسعة الأكوان. فهمت إزاي؟ نفس الحكاية. سيدنا عيسى ابن مريم بيقول إيه؟ للحواريين لن تلجوا ملكوت السماوات يعني الغيوب إلا وأن تولدوا مرتين. تولدوا مرتين، الولادة الأولى اللي هي الأولانية من رحم الأم، والثانية من رحم النفس والشهوات. فهمت بقى المعنى كلام سيدنا عيسى؟ فأول ما تولد بقى من رحم النفس والشهوات تاخد النفس، النفس الثاني بقى، هو ده بيتكلم عن النفس الثاني، لأن النفس الأولاني كل الخلق خدوه. فهمت؟ لكن النفس الثاني مش كلهم. وعشان كده النفس الثاني ده النهاية من حيث الترقي في الدنيا، لكن البداية من حيث الترقي في الآخرة. البداية بقى، ده انت يا دوب هتبتدي، هتاخد نفسك وهنشوف هتعمل ايه بقى. فهمت ازاي؟ ده البداية بس. يبقى وصاحب الأنفاس منتهيا وصاحب الأحوال بينهما، لا يبين أهل ايه؟ أصحاب الوقت وأصحاب ايه؟ النفوس. فالأحوال والوسائط، فالأحوال وسائط يعني ايه؟ وسط، كأنها محطات، واخد بالك؟ في الطريق. والأنفاس نهاية الترقي، نهاية المحطة. فالأوقات لأصحاب القلوب، والأحوال لأرباب الأرواح، والأنفاس لأهل السرائر. يبقى الأوقات لأصحاب القلوب لأن قلبهم يتقلب، وبيأتي عليهم دقات قلب المرء تنبئه أن الحياة دقائق وثواني، يعني وقت. يبقى القلوب تدل على الوقت، وطالما القلب بيدق يدلك على الوقت، يبقى اهتم بوقتك فلا تصرفه إلا في طاعة الله. ده للمبتدئين. يبقى أهل القلوب المبتدئين، القلب خلاص ابتدى يعتاد هذا الأمر وصار فيه سجية، فارتقى فصار روحا، يقوم يبتدي بعد كده بقى إيه؟ يفوق. يبقى بيعمل الحاجات دي سجية، ما بتاخدش منه مجهود، ويلتفت لأحواله. زي اللي بيسوق الأول العربية، أول ما بيبقى بيسوق في الأول بيبقى مهتم فين الفرامل فين بتاع، قاعد كل مخه جوه العربية، لدرجة إن يبقى في الشارع قدامه الدنيا زحمة ساعات يخبط وهو مش واخد، لأنه مخه في رجليه هيحطها هنا ولا هنا. ده صاحب وقت، صاحب قلوب. بعد ما يرتقي شوية بقى في السواقة يبقى سايق، تلاقيه بيعمل كل التكاليف المطلوبة منه لكنها سجية، بيعملها زي ما بتاخد أنت نفسك. فيبتدي يلتفت بقى لما حوله من أحوال. فهمت؟ يبقى صاحب أرواح. فهمت المسألة؟ والأحوال لأرباب الأرواح، والأنفاس لأهل السرائر. بعد كده بقى تلاقيه بعد ما يسوق كمان مش ملتفت، ده تلاقي شايف حتى الشارع سجية وده سجية، بقى ماشي بيفكر ويحل في مشاكله وهو بيسوق ومش واخد باله من أي حاجة، لكن ماشي صح. مش بتحصل لينا دي؟ في الحس بتحصل للناس برضو في الترقي مع الله عز وجل. فكل شوية يبتدي الأول أهل قلوب يراقب نفسه، وبعدين بعد كده من شدة المراقبة خلاص بقت سجية عنده، فيبتدي لما بقت سجية عنده يتجلى الله له بالأحوال بقى والترقيات، يبتدي يبقى من أهل الأحوال، يزداد ترقي ترقي، حتى ما يوصل لمرحلة يقول إيه ده؟ فوقنا بقى الحمد لله، اتولد بقى، اتولد من جديد. انما قبل كده لو اتولد قبل كده يحتاج حضان، لانه لسه مش كامل النمو.
فهمت المسألة؟ وقالوا أفضل العبادات عد الأنفاس مع الله سبحانه وتعالى. أفضل العبادات عد الأنفاس مع الله سبحانه وتعالى، يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي بيوصل يبقى من أهل النفس ده اللي هو ترقى خالص، بيجد أنه لا يستطيع أن يغفل عن ربه طرفة عين، طرفة عين لا يستطيع، حتى لو تعمد لا يستطيع. لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك ولا أقل من ذلك. فيبقى في كل نفس مترقي، لأن في كل نفس تجلي، لأن في كل نفس وارد، وكل وارد تجلي، وكل تجلي ترقي، فتصير عبادة الأنفاس أعلى. فهمت؟ لأن مع كل نفس تجلي ومع كل تجلي ترقي. وقالوا خلق الله القلوب وجعلها معادن المعرفة، وخلق الأسرار وراءها يعني أرقى منها، وجعلها محلا للتوحيد. القلوب ترى أن الأكوان لابد أن يكون لها من مكون، فدي محل معرفة. إنما الأسرار محل للتوحيد، ترى أن كل الأكوان ليست فاعلة بذاتها، بل الله فاعل فيها، فلا تنشغل بالأكوان ولكن تنشغل بالمكون نفسه. يبقى القلوب نظرها للأكوان فهي مشغولة بالكثرة عن الوحدة، ولكن وإن كانت وصلت من خلال الكثرة إلى معرفة الوحدة. أما الأسرار فهي لا تعيش إلا في محل الوحدة الأحدية. فهمت إزاي؟ دي أرقى بقى بعدها. فكل نفس حصل من غير دلالة المعرفة وإشارة التوحيد على بساط الاضطرار فهو ميت، وصاحبه مسؤول عنه، يعني كأنه مش محسوب. أي نفس يخرج وانت مش مدرك هذه المعاني كأنه ده ميت، مش حاسس. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالمعرفة بالشهود وهكذا. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: العارف لا يسلم له النفس لأنه لا مسامحة تجري معه، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من العارف الغفلة بعد ما أشهده وعرفه ورقاه. قد يعامله معاملة تكون فيها شدة عن معاملة الجاهل، وعشان كده يقول لك ايه؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين، فمفيش مسامحة. شوف سيدنا يونس، سيدنا يونس نبي، وسيدنا يونس ربنا أرسله لقوم معينين، نينوى مدينة، أهل نينوى قعدوا تعبينه، بذل معهم كل الجهد والمجهود مفيش فايدة، فاجتهد بينه وبين نفسه دون أن يأخذ الإذن من ربه أن يتوجه إلى بلدة أخرى لعلهم يؤمنون به، فتوجه بغير إذن من ربه مجتهدا. وإحنا عارفين أن في الشريعة من اجتهد وأخطأ فله أجر، يثاب، مش كده؟ يثاب. هنا عشان نبي عوقب، عشان مقامه عالي بقى، لكن لو احنا نثاب. فهمت بقى المسألة؟ المقامات. يبقى ربك سبحانه وتعالى بيعامل كل واحد على قده، كل واحد يعامله على قده. العارف لا يسلم له النفس ليه؟ لانه من كمال معرفته بالله يزداد خوفا من الله، فيبقى مع كل نفس خايف، خايف من الله أشد خوفا من الله من غيره لكمال معرفته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنه لا مسامحة تجري معه، والمحب لابد له من نفس، إذ لولا أن يكون له نفس لتلاشى لعدم طاقته، ومن غير النفس يتخنق ويموت. فهمت إزاي؟ فحيموت ترقيه، يموت وصوله، يرجع يتحبس تاني في الزنزانة اللي خرج منها وما صدق إنه خرج منها. ومن ذلك الخواطر، هنخلصها بقى وكفايه كده علشان ايه ان شاء الله نخلص الساعه 11. الخواطر، الخواطر اللي هو حديث النفس، احاديث داخل النفس بلا حروف، بلا حروف ولا اصوات، لان النفس مختلطه بما جاء من عالم الامر وهي الروح، والروح في عالم الامر تتكلم بلا أصوات ولا حروف.
كويس. انت مش بتكلم نفسك جواك بحروف؟ لا. بصوت؟ لا. بس ادي الخواطر سموه الكلام النفسي. ما هو كل ده برضو كلام. لا احنا مش بنتكلم على اليحاسب، يحاسب بالعزم. ما هو خاطر فوارد مش كده برضو؟ ما هو الخاطر يسموه هاجس برضو، خلاف يعني. يعني هنيجي دلوقتي تقسيمات. لا مشاحة في ايه؟ في الاصطلاح يعني، في خاطر وفي وارد وفي هم وفي عزم وفي فعل، مش كده برضو؟ طيب الخاطر لو كان من النفس يسموه هاجس، لو كان من الشيطان يسموه وسواس. فهمت ازاي؟ لو كان من الملك يسموه الهام او من الله. فدي كلها اسمها خواطر. فاذا تردد كتير ما جاش مره واحده يبقى وارد. عارف انت بتروح كل شويه تشرب وتعطش تاني، ترجع تاني تشرب، ترد الماء يعني رايح جاي. وارد، وارد يعني رايح جاي، يسموه وارد. يبقى بقى اقوى بعد كده لما 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 يجي ويقعد يبقى هم بقى، بقيت مهموم بيه. عايز لما يقعد بقى تبتدي تنظم له، هبتدي اصرفه ازاي. بدأت تنظم الامور بقى عزم. فهمت ازاي؟ او قصد. طابق الفعل بقى نية، طابق الفعل بقى نية. فهمت ازاي؟ يبقى دي الاحوال. هنقرأ بقى الخواطر دي انواع ايه. والخواطر خطاب يرد على الضمائر، يعني ايه جواك. وهو قد يكون بإلقاء ملك، وقد يكون بإلقاء شيطان، ويكون أحاديث النفس، ويكون من قبل الحق سبحانه وتعالى. يبقى يا إما ملكي، شيطاني، نفسي، أو حقي من الله رباني، مش كده برضو؟ فإذا كان من الملك فهو الإلهام، وإذا كان من قبل النفس قيل له الهواجس والتسويل والتطويع. يقول لك بل سولت له نفسه قتل أخيه، يسموه برضه تسويل. واخد بالك؟ برضه طوعت له نفسه قتل اخيه. واخد بالك ازاي؟ وقال برضه بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل في سوره يوسف. وفي المائده بل طوعت له نفسه فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل فاصبح من النادمين من الخاسرين. واذا كان من قبل الشيطان فهو الوسواس، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكم من شر الوسواس الخناس، مش كده برضو؟ يبقى يسموه وسواس. واذا كان من قبل الله سبحانه وإلقائه في القلب هو خاطر حق. وجملة ذلك من قبيل الكلام اللي هو النفسي يعني في الضمائر، الكلام النفسي اللي في الضمائر يعني. فإذا كان من قبل الملك فإنما يعلم صدقه بموافقة العلم. لو كان تعرف ازاي الخاطر جالك، إذا كان يوافق العلم الشرعي له دليل من القرآن والسنة يبقى ده ملكي. فهمت ازاي؟ ولهذا قالوا كل خاطر لا يشهد له ظاهر فهو باطل من الشرع يعني. لا يشهد له ظاهر يعني من الشريعة فهو باطل. وإذا كان من قبل الشيطان فأكثره يدعو إلى المعاصي. اللي يبقى جاي من قبل الشيطان تملي يدعو إلى المعاصي. طب ولو دعا لطاعة؟ قد يكون من قبل الشيطان ويدعو لطاعة، لكن ليشغلك بطاعة أدون من طاعة. يشغلك بطاعة أدون من طاعة. يقول لك لا صلي في البيت أحسن، بدل ما تروح تصلي في الجامع تشتهر بالطاعة، وبعدين بعد كده أنت عارف الشهرة دي حجاب، وعارف في الرياء، وعارف أصله فقيه. فانت صلي في بيتك كده تبقى تأمن الشرك. تقوم انت تقول له بس في الجامع 27 درجة، يقول لك 27 درجة بس مشكوك فيها، يمكن تشرك، فما تطولهاش خالص. او عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة، صلي هنا يا راجل. فهمت ازاي؟ تروح انت قايم مصلي في البيت، يبقى انت في الطاعة، بس ايه؟ طاعة ادون من طاعة. فهمت ازاي؟ يبقى برضه جاي من الشيطان. ما هو هيجي الاهل الطاعات بالطاعة، ويجي الأهل المعاصي بالمعاصي، ويجي الأهل الفقه بالفقه، ويجي الأهل الدنيا بالدنيا، ويجي الأهل الأخرة بالأخرة، والأهل الأحوال بالأحوال،
والاهلي الترقي بالترقي. ده شغلانه اصله ده ما بييأس، ده شغلته يا عم متفرغ، ده متخصص ومتفرغ وايه، ويقول لك ايه، يقول لك مش بيقول لك في حاجه اسمها محترف وفي حاجه اسمها موهبه، ده محترف يعني، ده واخد المعاصي احتراف، فهمت ازاي؟ فخد بالك منه ده، ربنا ينجينا. واذا كان من قبل النفس فاكثره يدعو الى اتباع شهوه او استشعار كبر او ما هو من خصائص او اوصاف النفس. النفس عايزه الكبر، الغرور، الحرص، اللذه السريعه، يبقى اي حاجه من هذا النوع تبقى دي حاجات نفسانيه. واتفق المشايخ على ان من كان اكله من الحرام لم يفرق بين الالهام والوسواس خالص، اللي اكله من حرام هيتولد منها في نفسه خواطر ما يعرفش الفرق بينها وبين بعضها، بل في الغالب بتبقى الطاقة المتولدة من الحرام عايزة تخرج في حرام، ده الغالب كده. وسمعت الشيخ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول من كان قوته معلوما لم يفرق بين الالهام والوسواس. من كان قوته معلوما يعني جيله من جهة معينة عارفها، يعني متسبب معتمد على الاسباب، يعني من كان متسببا معتمدا على الاسباب لا يستطيع ان يفرق، مش معتمد على رب الاسباب. ادي معنى من كان قوته معلوما، يعني ياتيه من جهه معينه معتمدا عليها. زمان كان في حاجه اسمها الريان، حضرتوها؟ الريان ده شركه كده الناس كلها باعت املاكها وحطوها فيها علشان بياخدوا مبلغ كل شهر مضمون، وبطلوا عمل وتنبل، والناس كل ما تيجي تروح تستلف من بعضها يقول له ما اقدرش اسلفك، اصل انا فلوسي عند الريان ما اقدرش اخدها لان بيطلع لي كل شهر مبلغ كذا وانا عايش منه. فالناس ترينت، مش توكلت، ترينت. فقعدت فتره الناس مترينين، يعني معتمدين على الريان، وصار الارفاق من حيث ان هم يسلفوا بعض ويقفوا جنب بعض بقى مش موجود حتى بين الاخوات. يجي يروح لاخوه يقول له عايز 2000 جنيه بس اقضي مصلحه، يقول له 2000 جنيه في الشهر بيجيبوا له 40 جنيه من الريان، هديهم لك انا تديهم لي بعد سنه يبقى انا خسرت. مش ده حصل؟ والسعد وغيره، احنا بندي مثال. ريان يا فجل، ما عملوه فجل بعد كده. واخد بالك؟ المهم فلما الناس ترينت، يعني توكلت على غير الله، ربك سبحانه وتعالى قلب الامور بطريقه ما خلى الحكايه تبقى كده عشان الناس ترجع تتوكل على الله تاني. فهمت ازاي؟ يستعينوا بالله تاني بقى. ما ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يوصل عباده اليه. هي دي الحكايه. فانت لما تنظر للامور من هذه الجهه هتجدها انها كانت حلوه برضه. وان كان يعني ناس كتير اتظلمت بس هو رده الى ربه. الوقت من غير الريان لما تيجي تروح لواحد معاه فلوس سلفني 1000 جنيه 2000 جنيه يقول لك خد. صح؟ ايام الريان ما كانوش يدوا لبعض حاجه، انا شفتها كتير. ناس تيجي يقول لك اخويا مش عايز يسلفني، معاه 100000 جنيه حطيتهم في الريان وانا محتاج 2000 بس، يقول لي بتجيب لي 40 جنيه في الشهر وانا هكسب ايه من وراك؟ فطاروا مسكين. واخد بالك ازاي؟ مش فرحانين فيه والله ولا ابدا، ده انا بقول لك بس ان الانسان يجد تصريف الله في الاشياء ياخد عبره بس بغض النظر عن اي حاجه ثانيه. ادي معنى من كان قوته معلوما يعني مترينا. واخد بالك ازاي؟ يعني متسببا بسبب معتمد عليه. فهمت ازاي؟ تماما. لم يفرق بين الالهام والوسواس، مسكين ده. طب هل موظف نفس النظام؟ لا، اذا اعتمد. الاعتماد ده قلبي، فعل قلبي يا استاذ، والوظيفه فعل جوارح. فهمت؟ انت من حيث الجوارح تسعى في الارض، ومن حيث القلب تتوكل على الله. افهم بس، يبقى جوارحك بتسعى وقلبك متوكل. زي الطير، الطير بتقعد في العشة ما بتقعدش في العشة، بتخرج تطير تسعى، واللي يدولها ربها تاكل وتحمد ربها وتنها رجع. فهمت ازاي؟ عايز تبقى زي الطير اعمل كده، تطير كل يوم تروح شغلك، وتطير كل يوم الله مش هتركب مواصلات، وكل يوم ترجع، يعني بقلبك، يعني
يعني خلي قلبك زي الطير متوكل كده، ادي المعنى، بحس اللي يجي لك الحمد لله، ما يجيش الحمد لله، ترى المنع في عين العطاء والعطاء في عين المنع، فهمت ازاي؟ بس تبقى راجل كده مطمئن. وشفنا مشايخنا كده، مشايخنا كانوا كده، اي حاجة تجيله يحمد ربه عليه. طب عايز حاجة تانية؟ الحمد لله. في اي وقت هو مش عايز حاجة، اللي يجيله هو ده اللي عايزه، وهو قبل ما يجيله ما كانش عايز، لانه ما كانش عارف انه جايله، يعني قلبه مش متعلق بحاجة، زي الطير كده، فهمت المسألة؟ بس فمن كان قوته معلوما يعني معتمدا عليه بقلبه، لم يفرق بين الإلهام والوسواس، وأن من سكنت عنه هواجس نفسه بصدق مجاهدته نطق بيان قلبه بحكم مكابدته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من عمل بما علم أو رسل علم ما لم يعلم. وأجمع الشيوخ على أن النفس لا تصدق وأن القلب لا يكذب، النفس كذوبة والقلب صدوق. الناس تقول لك انا قلبي ما يكذبش ابدا، حتى الناس العوام مجربين يقول لك انا قلبي ما يكذبش ابدا، صح؟ القلب ما يكذبش ابدا، بس اعرف ده حديث قلب ولا حديث نفس الاول. لكن النفس كذوب. وقال بعض المشايخ ان نفسك لا تصدق وقلبك لا يكذب، ولو اجتهدت كل الجهد ان تخاطبك روحك لم تخاطبك. يعني انت اصلا محصور بين النفس والقلب، انما روحك دي بعيده، لسه بعيده خالص، فين على ما توصل لها؟ دي شغلانه ثانيه، عشان تبقى عبد روحاني دي مساله ثانيه. وفرق الجنيد بين هواجس النفس ووساوس الشيطان بان النفس اذا طالبتك بشيء الحت فلا تزال تعاودك ولو بعد حين حتى تصل الى مرادها ويحصل مقصودها، اللهم الا ان يدوم صدق المجاهده ثم انها تعاودك وتعاودك. يبقى النفس تعرف ده خاطر نفساني شهواني ولا شيطاني، ما هو الاثنين عايزين معصيه. النفس عايزه معصيه معينه محدده عايزاها هي دي، زي ما قلت لك ايه، ما ضربت لك مثال ابنك تبقى ماسكه ورايح المدرسه عايز شيبسي يا بابا، شيبسي يا بابا، لو جبت له ايه هو شيبسي، فهمت ازاي؟ والشيبسي ده عباره عن اربع سموم في كيس، اربع سموم في كيس. السموم دي ايه هي؟ كيس مفصفر، ادي الفوسفور، فوسفور انورجانيك، انورجانيك يعني غير عضوي، يعني سام لجسم الانسان، كيس مفصفر دي اول حاجه. في ايه؟ في زيت مسرطن، يعني البطاطس محمره في زيت متسرطن، لان ما بيغيروش الزيت، يفضل يغلي الزيت واخد بالك ويزود عليه ويغلي تاني وقاعد ايه، فبيتحول الى ماده متسرطنه. يبقى زيت في كيس مفصفر بزيت مسرطن في بطاطس مرشوشه، البطاطس نفسها كمان مرشوشه فيها سم، فهمت ازاي؟ يعني سموم فوق سموم فوق سموم، ربنا ينجي، واخد بالك ازاي؟ في مواد حافظه، السم الرابع مواد حافظه، اي بطاطس دي تقعد شهر وشهرين عند الراجل مش في الثلاجه يعني وهي محمره كده، واخد بالك ازاي؟ الا لو كان هريها مواد حافظه عشان اما تنتن ما تحسش بنتنتها. ايه رايك؟ شفت بقى؟ شفت النفس عايزه شيبسي ازاي؟ عشان تسمم نفسها. علشان كده النفس تقول لك شيبسي 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 وهو سم ويمشي، واخد بالك؟ فالشيبسي دي الشهوه يعني. فهمت؟ رمز للشهوات. لا ومسكين تجيب له كيس الشيبسي وهو رايح الحضانه كي جي 1 عيل صغير غلبان، وتجيب له ازازه البيبسي. البيبسي شغلانه تاني، بيسحب الكالسيوم من العظم، فالواد وانت واخده وراجع البيت شيلني يا بابا مش قادر يمشي عظمه واجعه من الزباله اللي بتاكلها له كل يوم، شيلني يا بابا. الواد رجليه عامله كده اهو. كان زمان احنا نشرب ازازه البيبسي دي مثلا في الاعياد، فكنا نمشي للمدرسه 3 كيلو ما يهمناش، صح ولا لا؟ ايام جيلنا احنا، انما الوقت العيال دي يوميا بيبسي بيبسي، عشان كده شيلني يا بابا. الله، الواد كسح اتكسح مسكين، لانه البيبسي ده بيسموه حتى كده بالانجلش كالسيوم كليتنج ايجنت، كل الكولا كالسيوم كليتنج ايجنت، يعني كليتنج يعني بتسحب الكالسيوم،
تمنع امتصاصه اصلا، ولما تمتص في الجسم تسحبه من العظم على الدم. شفت المصايب؟ يبقى انت بتدي له كيس الشيبسي وازازة البيبسي، وفي الاخر شلني يا بابا. هي دي النفس بقى، هي دي النفس. واما الشيطان، الشيطان بقى اذا دعاك ايه؟ يدعوك لمعصيه، اي معصيه، مش هو عايزك تبقى عاصي وخلاص. فهمت؟ تعال اقعد على القهوه. تقول له لا قهوه ايه؟ بعد ما كبرنا بقى في السن ده نقعد على القهوه. يقول لك خلاص في النادي. النادي بقى في مكان كده. تقول له لا النادي لا لا لا، النادي ما ينفعش. طب بقول لك ايه؟ عدي على نادي الفيديو ده، اجر شريط وشوفه في بيتك. ابعد عن العالم يا اخي، ده عن علامه من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. ده الشيطان شغال معاك يعني، بيكلمك يعني كده بلغتك يعني، ما هو كل واحد ليه اللغة بتاعته بقى يعني، لا مؤاخذة يعني، واخد بالك؟ فتروح انت واخد كيس الشيبسي وبقضيها سهرة في البيت، واخد بالك، ومعاك شريط الفيديو وإزازة البيبسي اللتر، واخد بالك، وتقعد بقى ايه تشرب، تبقى بكرش، وبعدين عظمك مش قادر يشيلك، وبعدين تتكسح، تيجي تسافر للحج ما تعرفش تحج مسكين، يقعدوا كلهم مكسحين مستنيين الاتوبيس، والحجاج المشاة تمام، تلاقي الهنود مشاة، الباكستانيين مشاة، المصريين مكسحين، شيبسي وكوكاكولا كله مكسح كده. روح الحج تلاقي كده، دي حقيقة، كله مستني الاتوبيس مسكين. تمشي في المشاة ما تلاقيش مصريين، جزائريين تلاقي، مغاربة تلاقي، باكستان تلاقي، هنود تلاقي، تحج المشادة وتلاقيهم ايه، رهوانات واكبر مننا في السن، حلوين قوي، ليه؟ لا عندهم شيبسي ولا بيبسي. فربنا ينجينا. واما الشيطان اذا دعاك الى زلة فخالفته بترك ذلك يوسوس بزلة اخرى، لان جميع المخالفات له سواء، وانما يريد ان يكون داعيا ابدا الى زلة ما، ولا غرض له في تخصيص واحد دون واحد. الشيطان عايزك عاصي وخلاص في اي معصية ما تفرقش، انما النفس عايزه معصيه معينه. فهمت ازاي؟ بنت الجيران هي بنت الجيران، مفيش غيرها. طب ما البنات كتير يا ابني، وروح اخطب. لا هي دي، قال يعني هي دي بقى يعني، خلاص مفيش سفيره عزيزه يعني، دور على غيرها. ما انت رحت تقدمت لهم رفضوك، خلاص انتهين، عزل، ما تسكنش قدام. فهمت ازاي؟ وقد قيل كل خاطر يكون من الملك، فربما يوافقه صاحبه وربما يخالفه. الخاطر الملكي ممكن تخالفه، ممكن ايه توافقه. فاما خاطر يكون من الحق سبحانه فلا يحصل خلاف من العبد له، انما الخاطر اللي جاي من الله ده قهر بقى، قاهر فوق عباد، تلاقيك تبقى ماشي وراه على طول في الحال، جذبه الهيه ما تقدرش تمنحها، تحس انك انت زي شده الجوع للاكل كده، تبقى جعان لذكره ولا تشبع. فهمت ازاي؟ وذكر معين كمان، تلاقي ربك يفتح نفسك كده لصلاة بس، عايز تصلي على طول، ساعات يفتح نفسك للقرآن، عايز اقرأ القرآن على طول، تصلي على النبي على طول، بس عبادة معينة، يجي لك خاطر كده في عبادة معينة، امشي معاها دي، امشي ما تقاومهاش، لان دي نعمة، ده باب ربنا فتحه لك، الحق ادخل منه قبل ما يتقفل. وتكلم الشيوخ في الخاطر الثاني اللي هو الخاطر الحقي من الله. اذا كان الخاطران من الحق سبحانه، إذا كان الاثنين جايين من الله، ربنا بعت لك الملك، فالملك مبعوث من الله، والثاني من الله مباشرة، طب أيهما أقوى؟ ما هو الاثنين من الله. وتكلم الشيوخ في الخاطر الثاني إذا كان الخاطران من الحق سبحانه، هل هو أقوى من الأول؟ فقال الجنيد الخاطر الأول أقوى، لأنه إذا بقي رجع صاحبه إلى التأمل، وهذا بشرط العلم، فترك الأول يضعف الثاني. قال لك الاولاني اقوى ليه؟ لان انت لو استمريت فيه هيلزمك، هيوصلك للخطر الثاني اللي هو الخطر الحق، لكن لو تركته مش هيجي لك حاجه تانية، يبقى ده اقوى لانه هيوصلك للخطر الثاني. ده راي سيدنا الامام الجنيد. وقال ابن عطاء الله الثاني اقوى، يبقى مذاهب، ليهم مذاهب برضه، علماء اهل الحقيقه ليهم مذاهب زي ما علماء الشريعه بيختلفوا. وقال ابن عطاء لا الثاني اقوى لانه ازداد قوة بالاول، يعني من الاول يعني. وقال ابو عبد الله بن خفيف من المتأخرين هما سواء لان كليهما من الحق. انا مين اللي دي؟
ان هما الاثنين سواء، ولكن اللي من الحق اقوى شويه، لكن هما سواء في الاول من حيث المصدر، سواء من حيث المصدر وسواء من حيث الترقي، لكن ليسوا سواء من حيث قوة الوارد. فلا مزية لأحدهم على الآخر، لأن الاثنين موصلين، والأول لا يبقى في حال وجود الثاني. أول ما يجي الخاطر الرحماني يزول الخاطر الملكي لأنه أقوى، لأن الآثار لا يجوز علي البقاء، لأن الخواطر عوارض والعرض لا يبقى زمانين متتاليين. مش انت قريت كده في المنطق، في علم المنطق؟ فلما تبقى دي عوارض لا تبقى زمانين، واخد بالك؟ وما ينفعش يبقوا عرضين في محل واحد، مش كده برضو؟ ولا عرض واحد في محلين في وقت واحد، وهكذا. كل ده مستحيل. والاول لا يبقى في حال وجود الثاني، لان الاثار لا يجوز عليها البقاء، اللي هي الاعراض يعني. والله اعلم، ونقف على علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفر عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خير.